هنا مركز تشيوتشان لإطلاق الأقمار الصناعية، حيث تستعد مركبة الفضاء المأهولة شنجو 16 لمهمتها التاريخية في برنامج محطة تيانغون الفضائية الصينية. فكيف ستبدو محطة تيانغون الفضائية خلال هذه المرحلة؟ هذه هي شرط مهمة شنجو 16، والتي تشير بوضوح إلى أن المركبة الفضائية المأهولة سوف تلتحم في وحدة تيانغ الأساسية من الأسفل، وستتألف المحطة الفضائية من 3 وحدات و3 سفن. يمثل هذا النموذج الوحدة الأساسية لتيانغ المجهزة بمنفذين لرسو و3 منافذ لالتحام المركبات. على الجانبين الأيسر والأيمن توجد وحدتا وونتيان ومونتيان المعمليتان، بينما توجد مركبة الشحن الفضائية شنجو 6 في الخلف، والمركبة الفضائية المأهولة شنجو 15 في المقدمة، ومركبة شنجو 16 في الأسفل. يشبه هذا التكوين مرحلة انتقال في المدار بين شنجو 14 وشنجو 15 في 30 من نوفمبر عام 2022، وستتجاوز كتلة هذه المجموعة الجديدة 100 طن. وعلى الرغم من أن مركبة الفضاء شنجو 15 ستعود إلى الأرض بعد تسليم قصير مع شنجو 16، فإن محطة الفضاء الصينية ستعود بسرعة إلى تكوينها المكون من 3 وحدات و3 سفن. فما هو السبب؟ يقودنا هذا إلى مركبة الشحن الفضائية تيانجو 5 التي شهدنا إطلاقها والتحامها بالمحطة في نوفمبر من العام الماضي، بالإضافة إلى فكها في أوائل مايو لترك مينائها لخليفتها. تيانجو 5 تطير حاليا إلى جانب محطة الفضاء الصينية، وستلتصق بالمحطة بعد عودة مركبة الفضاء شنجو 15. تقوم سفن الشحن هذه بمهام أكثر أهمية من كونها ناقلات بسيطة للبضائع الفضائية. فعلى سبيل المثال، ستوافر تيانجو 5 الوقود الدافع والطاقة الشمسية وتخزن النفايات للمحطة في الأشهر المقبلة، وسيبقى التكوين المكون من 3 وحدات و3 سفن في مكانه لما يقرب من نصف عام حتى تنفيذ مهمة شنجو 17 المأهولة. وفي المستقبل ستتوسع محطة الفضاء الصينية بوحدات إضافية.